صح اقول لك في القاب مستفزه يعني مثلا سيده الشاشه العربيه. طب انا مثلا مريم فخر الدين شاديه تطلع ايه؟ جرابيع احنا الاثنين جربوعات الشاشه العربيه. هند رستم تطلع ايه؟ ماجده الصباحي تطلع ايه؟ سعاد حسني تطلع ايه؟ يعني دي بقى الرئيسه بتاعتنا واحنا العوالم اللي بنغني وراها ولا ايه؟ هتجيب الافلام نتفرج عليها. دعاء الكروان من احلى الافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، انما انا عندي رد قلبي والايدي الناعمه ولا انام كنت انا وفاتن. كلنا عندنا حاجات كثيره جدا. ماجده الصباحي كفايه عندها جميله ابو حريت. شاديه عندها المراه المجهوله وحاجات عظيمه الحقيقه. يعني ما فيش داعي. في القاب مستفزه، في القاب جميله، يعني مثلا عندليب الاسمر يا اختي علي كان في اياميها في عبد الوهاب وكان في فريد الاطرش، ما قالش انا ملك الطرب، قال انا العندليب الاسمر. يعني في القاب جميله. جالك مكالمه معاه على الهوا من الفنان الكبير عادل امام. الفنان عادل امام هو ممثل زينا بيعرف يرفع حاجب ويقفل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، وممثل زي اي ممثل يعني. باختصار انا مش بهاجم عادل امام، انا بهاجم لقبه. ولو يعني هو هيعمل مسرحيه السيد الشغال، طب ما نقول عليه سيد الشغال يعني بدل زعيم.